متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي نبدأها بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية الارتفاع بدون فعالية 27 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 29، الرطوبة 32%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا في إربد 31 إلى 20، المفرق 33 إلى 20، أما جرش 31 إلى 20، وعجلون 29 إلى 20. المنطقة الوسطى أيضا ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، العاصمة عمان تسجل 31 إلى 22، الزرقاء 34 إلى 20، البلقاء 32 إلى 22، أما مأدبة 33 إلى 20، والبحر الميت 39 إلى 26. المنطقة الجنوبية الكرك 30 إلى 20، الطفيلة 30 إلى 21، الشوبك 28 إلى 21، أما معان 33 إلى 21، والعقبة 39 إلى 28. المنطقة الشرقية الصفاوي والأزرق كلاهما ستسجل 36 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما رويشت 35 إلى 19. إلى اللقاء.